مستمرون بالحديث عن الأعمال الإغاثية لإغاثة منكوبي الزلزال، وهذه المرة نتحدث عن أنشطة مؤسسة ميديكس والتي أقامت نقطة إغاثية في ولاية هاتاي. حديثنا سيكون مع الدكتور أحمد فتحي، مدير العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة ميديكس. أهلا وسهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا. يعني حدثنا بداية عن النقطة اللي أنتم متواجدين فيها حاليا وطبيعة الأوضاع في هذه النقطة. يعني الحقيقة احنا طبعا مباشرة بعد وقوع الزلزال تحركنا إلى منطقة الزلزال، وطبعا في مناطق عديدة احنا حاولنا نوصل لأكثر المناطق تضررا. احنا في منطقة كريكهان الآن، هي داخل ولاية هاتاي، والحمد لله بتنسيق كبير مع الدولة ومؤسسات الدولة وبلدية كريكان قدرنا ننشئ النقطة اللي احنا متواجدين فيها حاليا، وهي أصبحت نقطة ومركز للمساعدات في المنطقة، وعلى طريق أيضا سريع لتسهيل وصول المساعدات إلى المنطقة هنا، ويعني حتى متواجد فرقة من الجيش في المنطقة لحماية المكان، ومن خلالها احنا بننطلق. الحمد لله قدرنا نوفر مركزين او منطقتين مستودعين لتجميع المساعدات، ومنها بنقدر ناخد المساعدات ونتحرك. ايضا هناك اكثر من نقطه، هناك لتوزيع المساعدات العاديه، وهناك لدينا وصول الى اكثر من 3 نقاط طبيه لتقديم المساعدات الطبيه لمتضررين الزلزال. وحتى يعني انا ممكن احاول اعرض لكم صوره للمنطقه. نعم. هنا يعني فرقه الجيش فقدنا نعم نعم تفضل اكمل. ويعني ساحاول عرض اثار الدمار الموجود في المنطقه. صراحه يعني الوضع يفوق الوصف واصعب مما يعني كنا نتخيل. يعني نتحدث عن مدن بالكامل يعني محيت، حتى المباني التي تبدو انها يعني ما زالت باقيه كما هي، هي مباني غير قابله للسكن مره اخرى حقيقه، ومعرضه للسقوط في اي وقت. الاف من السكان خرجوا وطلعوا من بيوتهم بدون اي ماكل او مشرب او حتى ملابس، حتى هوياتهم لم يستطيعوا الحصول عليها. يعني كما ترون الان اذا منزل يعني سقط على اصحابه، ويعني فرق الانقاذ تحاول بشكل متواصل محاوله يعني اخراج ما يمكن اخراجه، ولكن الازمه اكبر من اي حد يقدر انه يتعامل معها. الحمد لله احنا في ميديك كما تحدثت قمنا بتحديد الاولويات ونتواصل مع الناس والمتضررين بشكل مباشر للاطلاع على احتياجاتهم، وهناك يعني وفرنا خط ساخن لاستقبال الاحتياجات، ونقوم باخذ المساعدات ونتحرك بسياراتنا مباشره اليهم. يعني طبعا هناك تقديم مساعدات في مركز المدينه، وايضا نتحرك الى القرى والمناطق النائيه لانها بعيده صراحه وصعب الوصول اليها، والناس المتواجده هناك لا تستطيع الوصول للمساعدات كما يحدث. نعم. في مركز المدينه. دكتور أحمد، أنتم فعليا عبارة عن مجموعة من الأطباء أو العاملين في الحقل الطبي، يعني عملكم الأساسي متعلق بالمجال الطبي صحيح؟ نعم 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 صحيح. وطبيعة الأعمال يعني... نعم وطبيعة نعم. الأعمال طبيعة الأعمال الإغاثية التي تقومون بها تركز أكثر على الإغاثة الطبية؟ نعم، احنا الان يعني نقوم بكل اشكال المساعدات صراحه، لانه بجانب المساعدات الطبيه وجدنا الاحتياجات ايضا ليست فقط مساعدات طبيه، وان كانت من الامور المهمه، لانه توفر الدواء هنا صعب جدا. فبالتالي احنا بنقوم بتوفير الادويه والادوات الطبيه المساعده للجرحى والمصابين، لكن ايضا هناك احتياج كبير جدا للخيام في المنطقه، لانه الناس كما ذكرنا خرجت واصبحت يعني تفترش الشوارع، والخيام المتوفرة أقل بكثير من الناس تستوعب الأزمة. لذلك يعني نحن نسعى لتوفير أكبر عدد من الخيام، وحاليا أثناء ما احنا بنتكلم هناك شاحنة من المساعدات تأتي من اسطنبول محملة بالخيام وباقي المساعدات، إن شاء الله تصل في خلال ساعات، سنقوم بتوزيعها
على الناس. لكن كما ذكرتي يعني الدواء يأتي مباشرة تحتياج كبير بعد القيام، ولذلك يعني نقوم الحمد لله بتوفير أكبر قدر من الدواء وتوزيعه على المواطنين بعد طبعا إجراء الكشف الطبي من خلال فرق الأطباء المتواجدة يعني هنا. نعم، فيما يخص عمليات الإنقاذ في المنطقة التي تقعون بها أو يعني أنتم متواجدون بها، هل ما زالت مستمرة أم توقفت؟ لأنه هنالك يعني أخبار تقول أن عمليات الإنقاذ بدأت بالتوقف. يعني صراحة عمليات الإنقاذ لم تتوقف ولو لساعة واحدة، يعني تواصل الليل بالنهار صراحة، وفرق الإنقاذ متواجدة، وحتى يعني جاءت فرق الإنقاذ كما تعلمون من مناطق مختلفة، وما زال يعني هناك ناجين أحياء يتم إخراجهم، ولكن للأسف يعني عداد الموت هو الذي يزيد لحظة بعد أخرى وأصبح متزايد، لأنه يعني كل ما يتأخر الوقت تعلمون أن الإنسان يعني لا يستطيع أن يستمر تحت الأنقاض بدون أكل ولا شرب. نعم. لكل هذه المدة الطويلة. لكن طبعا رغم أن الأعمال لم تتوقف إلى أن هناك أماكن كثير يعني لم تصل إليها المساعدات، حتى يعني خلف هنا يوجد على بعد مبنيين من هنا، قامت يعني بعض الأهالي حاولوا أن هم يفطروا ويرفعوا الأنقاض بأنفسهم لأن ما فيش فرق وصلت، ويعني بعد ما فطروا دورين تقريبا بدأوا يسمعوا صوت بالداخل، فبسرعة تواصلوا مع الجندرمة والفرق الإنقاذ الموجودة فوصلتهم بسرعة، والحمد لله استطاعوا أن هم يخرجوا امرأة من ضمن أهلهم على قيد الحياة، ولكن طبعا كان بجانبها يعني 7 جثث خرجت، فيعني الوضع الوضع حقيقة صعب جدا، ويعني أكبر مما يظهر حتى في الشاشات. يعني هو فعلا كما ذكرت الأفاد هيئة الكوارث والطوارئ السكية أنه يعني يعادل أكثر من قنبلة نووية، هذا هو الوصف الحقيقي صراحة. نعم دكتور أحمد، أنت كطبيب يعني ما أبرز المشاهدات التي مررت عليها أو مرت بك وأثرت بك؟ يعني صراحة نحن نرى خصوصا النساء الأشخاص الكبار في السن، هناك يعني بعيدا طبعا عن الجرحى والإصابات الشنيعة والكبيرة اللي الواحد بيراها وبيتعرض ليها، لكن هناك أناس يعني أنا عايز أتكلم إنه الاحتياج حتى أبسط الاحتياجات أصبحت كبيرة جدا، وهو المرضى أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر والضغط يعني أصبح عندهم عدم قدرة على الوصول، فهؤلاء الأشخاص يعني خرجوا أحياء نعم، ولكن معرضين لمشاكل صحية كبيرة قد تضاعف أعداد الوفيات بسبب صعوبة الوصول للدواء في المنطقة يعني. نعم، شكرا جزيلا دكتور أحمد فتحي، مدير العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة ميديكس، يعني جهود مباركة حقيقة.